يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا هلا. اليوم بدنا نعمل مثل ما كنت عم اقول لكم فوتوتشيني، بس وقع معي شغله مشان هيك كنت عم اضحك. بدنا نعمل اليوم فوتوتشيني الكريب، اكله طيبه ولذيذه وكثير ناس طلبوها مني. خلينا نمشي على العيار، بس قبل ما نمشي على العيار خليني اتعرف على المقادير انا وياكم سوا. هون في عندي تقريبا 10 جرامات، مو يعني ممكن اقول معلقه او معلقتين، انتم بتحبوا الحلاوه، السكر ما عندي فيه اي مشكله. 100 جرام من الطحين يعني 7 معالق، يعني هلا انتم على الشاشه عم يطلع معكم بالجرامات، انا عم بعطيكم جرامات ومعالق، 7 معالق. هلا هون كنت عم ابرش الليمونه امطاره الليمونه. هون في عندنا كاسه حليب، شوي من الزبده، في عندي رشه ملح، ظرف فانيليا، وهون حاحتاج بيضه. هلا انتم هون شايفين هدول المقادير، هدول المقادير انا بيعملوا لي كميه كثير صغيره. هلا انا قدامكم رح ساويه، بصراحه انا حارجع اعمل مقدار ثاني، ولكن انا مشان ما خربطكم، انا ممكن انت مثلا بدك قطعتين ثلاثه للفطور للاولاد، انا اعطيتك هذا العيار يعني مقسوم خالص. حبيتي بقى الدوبلي، بس بدنا ندوبل على قدهم بالضبط، يعني مثل ما انت شايفتيهم نفسهم بالدبل. هلا اول شيء حروح على الخلاط، خلص برشنا الليمونه امشي الحال. هلا هون حاحتاج بيضه، حاحط مثل ما قلت هون السكر اذا حبيته صحي، اذا حبيته الكريب يكون فيه مثلا جبنه ما في ضروره لحتى انه تحطوا معلقه السكر، اساسا هي ما بتاثر لي على العيار. انا المهم عندي الحليب والطحين يكونوا متجانسين مشان يكون عندي القوام ممتاز. كمان هون حيطلع عندكم 200 ملي جرام من ملي لتر سوري من الحليب، يعني كاسه كامله. هون في عندي ظرف الفانيليا، بس ما رح احطه كله نصين، انا هون عندي بيضه واحده، رشه ملح كثير خفيفه بايدي. طيب هلا انا بدي شوي من الزبده، بس هي شوي حروح على الميكروويف بس دوبها ثانيه، يعني تقريبا بهذا الشكل، حطها بالميكروويف ثانيه. وهون في عندي مثل ما قلت حيطلع عندكم او طلع عندكم على الشاشه ولقطوها، انا كنت كاتبه 100 جرام من الطحين يعني 7 معالق، 7 معالق من اللي بناكل فيهم رح نقيمهم ونضيفهم، وهيك تقريبا صارت جاهزه. لا بس بدنا نحط برشه الليمونه، رح اقيمها واضيفها عليها برشه الليمونه. ما عندك فانيليا، بس هي سبحان الله على الكريب وقت نحن بنقلي بتعطي شويه زنخه، بقى هي كثير ممتازه. ساحت عندي رح قيمها وضيفها وححركه، وهيك تقريبا صار عندي الكريب جاهز، وحروح شعل الغاز. هيك صار عندي الخليط جاهز. هلا بتمنى اذا انتم قاعدين بالبيت تخلطوه، بس ما تبلشوا فيه دغري، يعني خلوه شوي لحتى يرتاح، اعتبروه عجينه. هلا رح قيمهم، بما انه انا هون عندي برشه ليمون مشان ما تطلع بتمي، رح صفيهم بهذا الشكل. ومثل ما قلت هذا العيار يا دوب بيعمل 3 أو 4 كريب بالكثير. انتم بتحبوا الدوبلو، شوفوا شلون هون صار عندي انا اخذت نكهه الليمون بالخلاط. هلا حروح على الغاز. هون حطيت، هلا بترجع في مقالي ما في ولا احطها، هلا انا هون كانه شوي انا احطها، ممكن حط دهنه زبده، يعني اذا قامت ولزقت بتمنى ما تكمروا العمليه، لانه هي اساسها الكريب تكون المقلايه ظريفه، ممكن تساعدنا لحسة هي الزبده تساعدنا بهي الموضوع، ممكن لا. هلا انا حجيب مكيال قد هاد تقريبا، رح بلش كيل بهذا الشكل. طبعا انا رح بلش فيهم وحساوي كمية كتير منيحة مشان نشوف آخر شي كيف بدها تصير فوتوتشيني. هلا حقيم وحط وبميل إيدي بهذا الشكل، وهذا القوام اللي أنا بدي إياه.
طبعا انا هون عم ساوي كريب ما عم بعمل بانكيك، معناتها بدها تكون عندي كتير رقيقة. حاستنى عليها شوي، بدي استنى عليها لحتى حسة حتى من هون بقبقت. هلا ما بعرف اذا ضل في وقت، بس بتعرفوا انتو انا هلا متى ما صارت عندي تبقبق رح اقيمع بالمشحف وارجع اقلبها على الطرف الثاني يادو. بس مثل ما قلت، بس يا ريت ياخذها المخرج. هلا هون شايفين شلون بقبقت بهذا الشكل، حترجع على الدائر كلياتهم. انا ما اقلبها الا لحتى اتاكد انه هدول الفقاعات كلياتهم صاروا على مقلايه وعلى الطرف الثاني، وتروحوا لعند المذيعين وبترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نعمل الفوتوتشيني كريب. فوتوتشيني كريب. الاثنين طيبين، كل واحد لحاله طيب. الفوتوتشيني فما بالك ينجمعوا اثنيناتهم سوا. شكرا يا شيف. يا اهلا وسهلا. يا هلا. الانجاز لك. مو هيك مو هيك، هلا انا بعلمك. انت بدك تعلمني؟ ايه هلا لازم انا اعلمها للشيف. قال على اساس لا طبعا انا واقف جنب الشيف لانه بحب الكريب كثير. قبل الهواء كان عم قلي توهام قديش حط قد ايه. قليلي شو اعمل؟ يسعد صباحكم مره جديده، رجعنا لكم مع شيف توهام. اليوم عم نعمل كريب مع فوتوتشيني. فوتوتشيني الكريب. فوتوتشيني الكريب او كريب فوتوتشيني. طيب رح نجرب نعمل مع المشاهدين وحده على الهواء. اول شيء بنحط شويه زبده. ايه اذا المقلاية ما كثير ظريفه ممكن اضمن لانها تجي اضبط. شو قصدك مقلايتنا مو ظريفه؟ لا ظريفة مقلايتنا. مين هيك قال؟ هلا بنسخنها شوي. اوكي مين هيك قال؟ مين هيك قال؟ مين هيك قال؟ طيب المقادير نرجع نذكر فيهم. ايه والله خلينا نرجع نذكر بالمقادير. حطينا بيضة، كوب من الطحين، كوب من الحليب مع ظرف بيكنج، ظرف فانيليا وبرشة ليمونة، وحطينا رشة ملح كتير خفيفة مع معلقة زبدة. خلطتهم منيح على الخلاط ورجعت نخلتهم مشان يا حزرك ليه نخلناهم؟ برشة الليمونة. ايه وبرشة الليمونة، لا النخل، مشان برشة الليمونة ما تطلع معنا. ليش ما نحط ملح؟ تعالوا نسأل المشاهدين. دائما كل أكلات الحلو احنا عندنا اللي بيعدل فيها العيارات هي رشة هالملح. أوكي. دائما هي صار حتى بالقطويات بوازن الطعم. شو رأيك انت تحطها هاي؟ طيب تعالوا نجرب هاي المقدار، هاي المكيال اللي نحن بدنا اياه. يعني اوكي بنحط بالنص ونبرم. يا سلام. وبنوزعها على المقلاية. هات لنشوف كيف حنوزعها. هيك بطريقة ما يكون انه شوي سميكة شوي رقيقة. صح؟ ايه والله يا عيني ايدي معلم. يا سلام. لك مو من كل صف الصواني صار حلواني. حلواني. ايوه. هلا الغاز بدنا نقوي. هذا مكل شامي ولا ملح ولا حلبي؟ والله شامي يمكن. شامي ايوه. حلو للشام. ايوه يا عيني. الكباب والاكلات الطيبة. وكمان لحلب. لحلب، ايه في حلويات بحلب طيبة. شي يوم لازم تعملي لنا من المطبخ الحلبي. بدنا ناطرة انا لحتى شوي تبرد بدي اعمل مامونية. بنعمل مامونية وحلاوة الجبن مع الجبنة المشللة. مع جبنة مشللة مع الشعيبيات وصنوبر هيك على الوش. يا سلام. مع سمنة عربية. على فكرة ما بتكلف كتير وما بتاكل وقت. تعرفي مقادير المامونية؟ طبعا معلقة تقريبا بحط شي كاستين من السميد الناعي الأسمر. بحمصهم منيح منيح بسمن عربي بصراحة. هي الأكلة هي قد ما بتكلفيها بتطلع طيبة. بحطها وبعدين بقليهم منيح، بعدين بضيف عليهم بكون طنجرة غالية فيها مي وسكر، ومنضيف عليها وسكر مي وسكر بضيفهم عليها وبضل عم بغلي عم بغلي وهي كل المامونية. طيب أنا تاركك هلأ تحكي بعدين رح أعطيك المقادير. طيب خلينا احنا متى ما قلنا ثلاثة غلط. قلك شو المقادير؟ في قاعدة هي 1 2 4. واحد اثنين أربعة. إيه والله هي الحلبية، وفي واحدة حلبية قالت لي إياها. قالت لي 1 2 4 يعني كاسة سميد. إيه. مع كاستين سكر وأربع كاسات مي. صح مظبوط. تمام. هلا أنا لأنه كتير عم بتذاكى كنت شوي ما عارف شو صار بالكريباية. صارت الكريباية. ما عليه الواحد بيتعلم يا ولد. صحيحة. بس بدك تاكلها. ايه طبعا طباخ السم بدوقه مو هيك بيقولوا؟ ايه هلا شوفوا هون فكيف اذا طباخ الحلو؟ ايه هلا ليه لاحظ هلا هون في عندنا هي الكريب بهذا الشكل، شلون بدنا نساوي فوتوتشيني ولا؟ انا بعد ما رقيتها بدي ابرمها هيك مثل الساندويشه بالضبط. اوكي وحنعمل هيك. هلا فهمت ليش فوتوتشيني الكريب. لكن تمام صارت ترند على السوشيال ميديا. تمام. طيب هلا هون هيك عم قيمهم ونفردهم بيقوموا بصيروا مثل شرائط الفوتوتشيني. مثل الفوتوتشيني بهذا الشكل. بس بدنا صحن مشان نعمل انا وياك الصحن. يا سلام يا عيني علي. يا سلام يا عيني علي. صح ما عم تقلب صح، بس يعني يا عيني علي. يا عيني علي. شجعوني شوي. شجعوا لورد. طيب وهنيك ورد.
هي الحلويات تعرف انا بحب تعرف انا من الناس بحب حدا يفوت معي على المطبخ ويشتغل معي ما في بتحبي انا ايه بحب ما في شيف بحب حدا يوقف جنبه لا انا بحب لكون مو شيف لا بس بحب ما في شيف يعني فعلا بالمطبخ عم يشتغل وعنده ضغط شغل خاصة إذا السيدة بالبيت ودخل هيك رب الأسرة يقعد ينق والله يا محلى يفوت ويساعدني هيك مثل ما عم تعمل والله أحلى على قلبي من العسل لا تحلموها ليش مقللة ملح ليش مكترة سمنة هاي أنت بتصير يا حزرك برمضان يعمل لك الأفطار شوي وبيقعد ببرم بقى هاد ليش هيك وهي ليش هون محلة وهي أساسا مو شغلته يعني استويت شيء لسه برمش بس على الطرف الثاني كمان هيك لنشوف يا سلام لا خلاص شوي تاني لك حتى بالكنترول من تحت ايدين ورد حتى شوي تاني بالكنترول رح يصفقوا لك صفقوا لك صفقوا لي مش الحال مش الحال ما تتخيلوا انه نطعميكم من الاكله يعني حتى لو انت شوف لي ورد الفوتوتشيني كيف طلع شو رايك نضيف كمان وحده يلا حط هاي لذيذه هلا شو الاضافات اللي حنحطها فوق الفوتوتشيني هلا هون بقى بترجع لك ورد انت النكهه اللي انت بتحبها بتحطها وبصراحه انا من دائما بقول الموجود عندك بالبيت حطه الجود بالموجود يا عيني عليك هي بيلبق لها موز بيلبق لها شوكولا بيلبق لها فانا هلا مثل ما انت شايف في ناس بحطوا شويه شرايح صارت تقريبا جاهزه وتخيل هيك جاي عندك وليك قديش سهله يعني اي حدا اي صبيه صغيره ممكن تطلع معها بهذا الشكل تمام طيب هلا نحن حنضيف عليها هون شوي من اعتقد ضبطت شيء ورجينا هات لنشوف يا لانه الاطراف بلشت تحترق يا سلام شوفي هالمنظر يا ورد بالله ما بين هذا الملوك ليك ليك لسه ما حطينا شوكولا حروح جيبها من الفرن يلا انا حطها هون لانه هي زبطت نعمل وحده كمان عجبته الشغله الورد هلا انا رح اعمل وحده بلش بوحده والشيف تهامه هي بتتابعها حزين الاكيد ايه تماما حندور دوبت الشوكولا انا بتعرفي شيف شغله قلي هاي الاكلات حلوه مع الاولاد بالبيت والله قديش حلوه يوم الخميس هيك الواحد واحد يقعد بالعطله ايوه يقعد هيك عند مرته يدللها يا اولادنا انا دائما مع المرايم دائما هيك يقعد دللها هيك سمعها كلمه حلوه هلا كثير عم يحبوكي سيدات المنزل انا اشكر الله الحمد لله بسبب هالاحاديث اللي انت بتصفي فيها معهم هلا حنقيل ونضيف عندي انا كان بس بدي اياها تسوح اكثر والله انا عم فكر خلي الشوكولا للاخير لانه ما ساحت معي كثير منيح حاتركها لانه كنت حاططها بالبراد بقى هو ما ضل غير هي اللمسه هيك الاخيره بس هو كشكل يعني عن جد شوف ورد لذيذه طيبه ايه. وهي وبعدين ممكن تحط مثلا فريز ممكن تحط كراز انا بحبها على بارده يعني لما تبرد شوي ايه هو تركها بعدين ممكن تحطها مع بوزه كمان بتطلع لذيذه شكرا فيك تتفنن انت اللي بدك يعني اليوم حاولنا نعمل طبق لذيذ وسهل واقتصادي الله يسلمك يا ولمساتي كانت موجوده فيه انبسطت كثير فيك اليوم الله يسلمك شيف تهامة يلا رح نرجع لعند نور نور شو معنا هلا رح نبلش هلا بخبريه اللي كنا عم نحكي فيها انا وياك عن الاشخاص